هو عم يستنى المفاجأة. هلأ كيف بدي حل هالقصة؟ أنا جايبت له ساعة عادية بالوقت اللي هو فارش قدامي ذهب وألماس، وحتى هالهدية الصغيرة العادية ما زبطت معي. أهلين. ليش اجيت هلأ؟ في شي نسيانته؟ لأنه ما ضل عندي صبر، اجيت أخذ هديتي. ما أنا جاهزة لسه، بدك تستنى مثل ما قلت لك. تأخذ العائل. حتى لو ما أنا شغالة، المهم إنه هاي الساعة منك أنت، وما في مشكلة خلي الوقت واقف. أنا بحسب الوقت يلي بقضيه معك، ما بتهمني الساعة. وهاي الساعة دائما رح تذكرني بأحلى أوقات ولحظات عشتها معي. شكرا على كل شيء. مرحبا حبيبتي ريحان. طمنيني خديجة بالبيت؟ لأنه جايين زيارة رسمية. بنتي شبك واقفة هيك ومتفاجئة؟ ما بدك تقولي لنا أهلا وسهلا؟ تفضلوا. شبه هذا أكيد مجنون، ليش جايب معه ورد وشوكولا؟ شو هالحركات هاي؟ إيه، طمنيني عن صحتك. الحمد لله منيحة، وأنتي كيفك؟ طمنيني عنك. نشكر الله ألف الحمد لله. وأنتي يا حلوة طمنيني عنك. وأنا منيحة الحمد لله. دخيل هالصوت إن شاء الله دائما منيحة، الله يسعدك دائما. ما عرفتينا من الشاب؟ هذا أمير، بيكون ابنه لحكمة. إيه تذكرته عرفته، هادي اللي بتحكي عنه دائما إنه بتحبيه مثل ابنك. قليلن إنه أنا زوجة لريحان. البيت عم يضوي ضوي ما شاء الله، واضح إنه ريحان كتير مرتبة. إيه الله يرضى عليها، ما عم تخليني مد إيدي على شي. يخزي العين حولها كاملة مكملة، البنات يلي مثلها نادرين هالأيام. عذريني سلطان، بدي استأذن دقيقتين. ليلي بدك شي؟ لا حبيبتي ما بدي شي، انتي خليكي قاعدة مع ضيوفنا. ان
شو هاد اللي عم يصير برا؟ هدول جايين يطلبوا ايدها، بيصير هيك؟ معقول جايين يطلبوا ايد ريحان؟ وطي صوتك، هلأ بيسمعوك عيب. اي اسمعوني وإذا، وجايبين معهم ورد وشوكولا. يعني شافوها بعجبتهم، هي العادات هون، بدك ياني قلعهم من بيتي؟ بعدين ريحان هلأ ما أنا مرتبطة. كيف يعني ما أنا مرتبطة؟ قصدي أنا لا مخطوبة ولا لا متجوزة، ولا شافوا خاتم بإيدها، مو صح؟ نحن أبداً مو من عاداتنا أنه نقلع حدا أو نسكر بابنا. شو هالحكي؟ الحق ما بينزعل منه، بنت حلوة وعادي أنه تنطلب حاجة بقى. أنا هلأ فايتي أقعد معهم، طول بالك شوي. الله يخليك اهدى، اصحك تحكي لك شي كلمة وتخجلني قدام ضيوفي. طيب ماشي، شربيهم قهوة وخليهم يمشوا بسرعة. ما شاء الله ما شاء الله. يسلم إيديك. أهوتك كتير طيبة، يسلموا إيديكي مثل ما بحبها تماما، تقيلة وفيها رغوة. الله يسلم هالإيدين، شكرا إلي. صحة وهنا. ماشي بصير خير، عم تعملن قهوة طيبة كمان، لازم نتجوز بسرعة لحتى وقفن عند حدهم. ابني خير فيك شي؟ رجلك عم توجعك؟ ليش كل الوقت عم تهز رجلك؟ أمير شبك؟ سلطان عم تسألك مو سمعان؟ عفواً شو سألتيني؟ عم بسألك أعصابك فيها مشكلة؟ عندي مشكلة بالأعصاب، أنا لما بتوتر بعمل هيك بدون ما انتبه. معافى سلامتك، زعلتني والله، ما في أصعب من وجع الأعصاب، الله يعافيك. آمين. أماني ابني، ما تخلي أي شي يوترك، ما في شي محرز، هاي الدنيا كلها فانية. ولا تفكر إذا كنت شاب يعني ما بتنجلط أو بيصير عليك شي، بعرف واحد قدك ما تبجلطة، والسبب التوتر. الله يطول بعمره. ابني فخري بيدير باله على صحته كتير، وبيلعب رياضة كمان، كل يوم بيروح على الشغل مشي، وبياكل أكل صحي، ولما بيتضايق من شي بيجي بيحكي لي. برافو عليك يا فخري، بيطلع لك عنا ميدالية. تخيل يعني أنا عندي 3 محلات وكلهم بروح عليهم مشي، الحمد لله عندي سيارة بس ما بستخدمها، لأنه المشي هو أحسن علاج للكوليسترول ولصحة القلب بشكل عام يعني. وأنا كمان بركض كتير وبحمل أوزان بالصالون تبع بيتنا. شكراً عزبتي حالك. أنا وفخري منتقاسم قطعة واحدة. ما بدي. ليش ما أخذت؟ جبتها من أغلى محل بالمنطقة، كتير طيبة. شكراً. خلونا نتحلى منشان يحلى لساننا، ما هيك؟ أكيد عرفتوا سبب زيارتنا.
بدك شوكولا؟ كملي أمي. سبب زيارتنا لعندكم. أمي ليش عم تسكتي؟ بصراحة فعلا كثير طيبة. صحة وهنا. صحة وهنا. طلع بحب الشوكولا. وين كنا بالحديث؟ ريحان ما شاء الله عليها، مبين عليها شاطرة ومرتبة وحلوة ما شاء الله، وابني فخري كمان من زينة الشباب، شاب شغيل وقد حاله وفاتح 3 محلات كمان. الحمد لله. الله يحمي لي اياه ويرضى عليه ويرزقه. بما انه الحكي عن الشغل، شو سعر البسامير عندك؟ إذا حدا بده يشتري بالجملة بتعمل له سعر؟ أنا بحب اشتري بسامير وعلق عليهم لوحات. أعطيني السعر النهائي. ما في مشكلة، خد بالسعر يلي بدك إياه، وبينزل السعر إذا الكمية كبيرة، وبالنهاية نحنا ممكن نصير أهل، يعني أكيد ما بنختلف. إيه طبعاً. معقولة هلأ وقت هالحديث؟ الشباب بيحبوا يحكوا بالشغل. ايه امي كملي يلا. كنت عم قلكن انه سبب زيارتنا كأنه هالشاب متوتر ومو على بعضه بالمرة. بنتي حطيلي هالوردات بالمزهرية احسن ما يدبلوا. اتضايقت على هالشاب، الله يشفيه، لساته بعز شبابه. واضح انه التوتر ما بيسواله، هو متوتر كتير. هاتي الوردات عنك. ليش هيك عملت؟ شو بدي أعمل فيهم؟ كان لازم نحطهم بالمي، يعني الوردات شو دخلون؟ ما فهمت. بالله شو؟ واصمديها بغرفتك كمان، ما بدي شوفهم لهدول الوردات أبدا. معلش تهدى لو سمحت، شو عم يصير معك؟ معصب كتير، متوتر منهم. شو اللي معادن لهلأ؟ قليلهم إنه بتحبي حدا وبدك تتزوجي. كيف بدي قلهم هيك شي؟ مو حلوة أحكي هيك أبدا. ايه مو مشكلة، أنا بقلهم لكان رح قلهم ما لكم نصيب عنا، لأنه أنا بدي أتزوج هاي البنت عن قريب. مو هيك بتنحل أكيد. هلأ ماما خديجة بتتصرف بالطريقة المناسبة، ما بيصير نحن نحكي شي. طيب خلينا نمشي، ليش بدنا نبقى؟ ما بيصير، كيف بدنا نمشي؟ بعدين مو حلوة نتركها مع الضيوف لحالة ونحمل حالنا ونمشي. هلأ الخالة سلطان صارت ضيوف هي وابنها الغبي فخري؟ رح تروحي معي ولا لا؟ رح تضلي عم تحضري هاي المسرحية؟ يعني أنا شو طالع بإيدي؟ مثل ما بدك. ريحان؟ شو صار لكم؟ شو صوت الباب يلي طلع؟ أمير راح يعني؟ إيه راح، كان بده يعني يروح كمان، ولأني ما قبلت روح معه وعصب مني. أنا شو طالع بإيدي؟ غار عليك على فكرة، بس منيح خليه غار مشان بالأيام يفكر 100 مرة قبل ما يضايقك أو يزعلك. مالك مشغول عليه ما هيك؟ يلا روحي اطمني عليه. معلش، وأنا رح أتفاهم مع سلطان وجاوبه بالطريقة المناسبة. حبيبتي شكراً كتير، والله ما في منك.